تطرق لتصريحات الأمير محمد بن سلمان بشأن جماعة الإخوان دون التطرق لتصريح أيضا صدر في الولايات المتحدة قبل ذلك بأيام، وتحدث عن المملكة ربما استخدمت أفكار يعني إسلامية معينة لمواجهة النفوذ السوفيتي وتحديدا في أفغانستان بناء على طلب ودعم من الولايات المتحدة. الموقفان قد يطرحان تساؤلات حول خطورة يعني استخدام أفكار إسلامية معينة أو مناهج إسلامية معينة لدعم مصالح سياسية سواء للمملكة أو لدول غربية. إيه رأيك؟ نعم صحيح، الأمير محمد بن سلمان عمل مراجعة لكل ذلك واعترف بأن المملكة في مرحلة من المراحل أخطأت، لأننا في ذلك الوقت كنا نواجه أزمتين، أزمة تصدير التشيع من إيران وأزمة الغزو السوفيتي لأفغانستان كدولة مسلمة، فكان الرد بدعم التوجه للجهاد الإسلامي وهو بطبيعته مبني على أفكار سلفية. هذا الأمر عانينا من نتائجه لاحقا لأن الغرب فشل في متابعة هذا الأمر.